شوفوا وش عندنا اليوم. شوفوا جمال اللون، ما شاء الله تبارك الله. اللون حكاية، المقاعد جايتك أزرق، تخيلوا، من الوكالة جي سترونجر ذان تايم. طبعا فل كاربون فايبر. شوفوا جمال اللون الأزرق عليه، طبعا دايموند جلد. الكاربون فايبر جايك على الدركسون والكنتارا، والسقف باجي كنتارا، وحرف الجي يجيك على مقابض الأبواب. بما أنه فل كاربون فايبر، فالكاربون فايبر جاي عندنا في كل مكان، الكنسول الوسطي، على الطبلون، على الدركسون، وعاد بتطعيمات الكنتارا. بيسمعكم شوي من الطرب، شوي بس. واسمع ما شاء الله. داخله ماكينه جباره، جير من 9 سرعات، توين تيربو 585 حصان، عزم الدوران فيه 850 نيوتن. اللون الداخليه جميل جميل، حاجه ما حصلتش. ترى على فكره جمال اللون الداخليه بالواقع اجمل. تجيك سماعات برومستر، صراحه ما اقدر اتخطى هاللون. عاد على الجنوط الاسود حكايه. وطبعا الطقه الكلاسيكيه لما نقفل الباب المعروفه. والطرب يا عين ما شاء الله.